اسلم يلا البرد خلوكم اللي عندنا السخانات. مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في هذا الفلوق المكشات المسافر جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا ما بين الطائف وبين الباحة في محافظة ميسان. ومثل ما تشاهدون هالخضار وهالنعمة، وحنا بآخر شهر أغسطس اليوم، كشتتنا ولله الحمد أنا ومجموعة من الشباب في هذا الموقع. نبي ناخذ لكم بتعريف بسيط عن عزبة مكشات المسافر. أهم المستلزمات عندي سلمكم الله الثلاجة، تحفظ لك الأشياء اللي تحتاج تبريد، وهنا عزبة الطبخ، وهناك عزبة القهوة الناموسية اللي تعرفون المناطق هذه، أي منطقة خاصة بالصيف تروح لها يكثر فيها البعوض، الناموسية مهمة. كذلك فرش النوم، قدور الكاتم، اثنين دوافير، اللمبات الجانبية للسيارة، وهذه أبرز مستلزماتنا. لا 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 يا ضلع وين الذي ضل معي يا عبدي ما بعديك يا ليت من كان غايب يا عيون اليوم بادي تعاف منك ما عفت من شربي وزادي ولا سقاك المطر يرعاك حنان الجرادي. الجرادي صح لسانك، هذا اسمه طرق الجبل. هذا طرق الجبل، بيض الله وجهك يا ابو احمد. وصوت القدر مع صوت الوادي وجريان الماء يطرب، سبحان الله العظيم. احنا في اخر اغسطس مشاهدي الكرام، والارض مثل ما تشاهدون كلها خضراء بأثار الأمطار اللي حصلت الأسابيع الماضية. أيها الصوت، وشرفونا مشاهدي الكرام في مكشات المسافر اليوم في محافظة ميسان، يعني نقول ما بين ميسان وبين ثقيف. وانا الحقيقه ديار بني مالك. ديار ايش؟ بني مالك. بني ديار بني مالك. نعم. اول شيء معنا سلمكم الله فهد بن عيضه المالكي. نعم. الله يحييك ابو عبد الرحمن. الله يبقيك ويطول عمرك ان شاء الله، ومرحبا واهلا وسهلا. تسلم. وانا الحقيقه اعتبر نفسي من اهل هالديره، من كثر ما نزورها وطيب في الديره وطيب في اهلها. بدون شك الله يحييك. الله يرضى عليك ويسلم. طبعا ابو عبد الله تعرفون المعروف لا يعرف، ابني غيث ولد ابو عبد الله، وهنا الحبيب الغالي والصديق اللي سنين نتمنى النكشت جميع. اكبر شرف لي يا ابو يا حبي قلبك، الله يرضى عليك. في شاشتك يا حبي. عام 2016 وانا متلهف لهذا اللقاء. ولكن الحمد لله الله يسرها. يا حبي. ان شاء الله بيننا ان شاء الله كذا لقاء باذن الله. الاستاذ مرزوق الربيعي. ومغامرة الوادي مع ابو ازهر. يا حبيبي. الله يحييك. الله. وادي عبال بني مالك. الله. اسمع صوت الشلال فوق يا ابو. اي في شلال. يا سلام. ان شاء الله باذن الله. الله الله الله. الطريق في بس منين نجي له؟ اها من هنا زي ما تفضل. لا خلينا نجي من هنا، بسم الله. والله نبي نجي للشلال بس وشلون؟ بسم الله. اوه بالعيا والسمك يا ابو زهر. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله. صوت الشلال.
يا الله، ولا تسمع الا صوت الطبيعه في هذا السدر. هذه من الاشجار المعمره، شوفوا شجرتين متقاربه من اشجار السدر على ضفاف هذا الوادي، طبعا ساير قبل امس. تبارك الرحمن، سبحان الله، تبارك الله يا رب. اسمعوا هالصوت، سبحان الله، صوت الشلال والرعد هنا يا جماعة الخير بهالسحابة. الله يغيث البلاد والعباد. وبعد ما تغدينا ولله الحمد على ضفاف هذا الوادي، أخذت جولة مع الحبيب الغالي مرزوق الرضيعي أبو أزهر. طبعا راح طلعنا إلى أعلى الشلال، ومثل ما قلت لكم هذا يسمى وادي عبال، وهو يجري على مدار العام يا أبو أزهر أو لا؟ بعد الأمطار، نعم. تمام جماعة، والله أنه يعجز اللسان عن وصف هذا المنظر الجميل، الخضار اللي تشاهدون وقمم الجبال اللي تعلوها السحاب والرعد مسموع هنا. هذا وادي عبال، وادي عبال اللي كان مكشات المسافر فيه اليوم. يا جمال هالمناظر الزراعية والرعد هناك يا جماعة الخير مسموع، وبدأت ترش علينا الآن. طبعا هذه اسمها ترعة الثقيف. يا كريم، بدأت بغزارة مطر الآن. احنا نازلين مع عقبة جهة قرية ليكا، بعد ما كشتنا في الوادي اللي صورنا لكم، الآن نازلين إلى قرية ليكا أحد قرى ترعة الثقيف. كريم يا الله، يا كريم، فيها برد، هذه فيها زخات برد. يقول لي غيث الله يحفظه، ابني غيث اليوم راكب معي. غيث تقول لي لا جاء مطر وش تصير الصخور؟ تتساقط الصخور بهذا الطريق؟ الله يستر يا ابني. انا وغيث نازلين وابوه قدامنا بالسيارة. كريم يا الله، فيقول لي استعجل استعجل يا عمي علشان ما تساقط علينا الصخور، لانه مثل ما تشاهدون العقبة الجبال، ها والله فعلا في صخور هنا. يا كريم يا غزارة هالمطر يا جماعة، الله أكبر. بعدين شفتوا السحاب، حنا الآن بنص السحاب، ليش المرتفعين؟ شفتوا شوفوا شوفوا شوفوا، لاحظوا لاحظوا، زي العج اللي يجيك هذا، هذا عج مطر، شوفوا عج مطر لأنك بوسط السحابة. يا ربي لك الحمد، يا الله سبحانك يا رب. شوفوا شوفوا شوف السحابة موازية لنا فوق راس الجبل. غزارة مطر ما توصف، اللهم لك الحمد، اللهم صيبا نافعا. أسلم يا البلد، خلوكم اللي عندنا الصخانات تعالوا عند الثلاجة الفريزر. ختاما مشاهدي الكرام، أرجو أن يكون هذا الفلوق نال على إعجابكم. أبنزلكم فيديوهات صارت علي أمس، وأنا أسميها سلمكم الله فخ الكرماء. أنا أمس وقعت في فخ الكرماء، وشلون أنا طالع سلمكم الله من القصيم، قلت بختصر الطريق إلى ميسان المواقع اللي كشتنا فيها اليوم، فقلت باجي من عند ظلم على الخرمة على سلمكم الله تربة، يختصر علي شيء كثير. لكن مثل هالوقت أمس عصر أمس سلمكم الله وأنا في فيضة في قرية اسمها شعر، الفيضة هذه أعجبتني وقلت أتقهوى فيها، لكن وقعت في فخ الكرماء. جاني فهد ابن سفير البقمي وعيال عمه وإخوانه الله يكثر خيرهم أجمعين، وأخذنا معهم جولة وأكرمونا الله يكرمهم. هذه الفيديوهات تخص مناسبتنا البارح، كانت عند البقوم. كثر الله خيركم يا هل شعر.
ويحلو فنجان القهوة بهالفيضة الجميلة وعلى جالها الغدير. طبعا احنا اليوم بضيافة فهد بن سفير بن عبا البقمي واخوانه وعيال عمه، كثر الله خيركم يا هالشعر. يا السلام على هالفيضة، فيضة وفي آخر أغسطس، هذه شيء غريب سبحان الله العظيم. على مد البصر ما شاء الله بساط أخضر من الأمطار اللي جت قبل أسبوعين. طبعا الشباب اللي احنا معزومين عندهم الله يكثر خيرهم، فهد بن عبا القمي واخوانه، العصرية تقهوينا فيها الفيضة الجميلة، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكمل عندهم الاستقبال والعشاء. احنا مشاهدي الكرام اليوم في ضيافة فهد بن سفير بن عبا البقمي واخوانه الكرام. الله يكثر خيرك اخوي فهد. يحييك في ديرته هذيل القوم، مرحبا ومساء. يا بعد راسي، الله يغنيكم ويكثر خيركم، ما شاء الله تبارك الله على هالجلسة وبهالوادي، والخير مزبل ان شاء الله. بركاتك ابو حاتم. الله يبارك فيكم ويكثر خيركم يا حب قلوبكم. ما شاء الله الكريم. هذا مشاهدي الكرام وادي تربة. له 11 يوم حسب ما افادني معزبنا فهد. الوادي كم اللي يمشي له انت؟ هذا له 11 يوم، هذا الوادي يمتد من تربه للخرمه ولها الحين قرابه 11 يوم. والله يحييك وحنا في خير ونحمد الله ونشكره على النعمه ذي اللي من الله مدنا بها. سبحانه وتعالى. يا سبحانك يا كريم، ما شاء الله الكريم. 11 يوم يا جماعه الخير يمشي ويعتبر من اكبر الاوديه في منطقه الجنوب. هذا مشاهدي الكرام مقر ضيافه فهد بن سفير بن عبا البقمي وعيال عمه، كثر الله خيركم اجمعين.